اليوم احنا عم نشاهد هذه الحلقة وتكلمنا عن مفهوم الخطية. طيب شو هو الشرط أو الشروط اللي بتخليني أكون مقبول أمام الله؟ أولاً الاقتناع بما قلناه وبما يعلنه الكتاب. يعني لو واحد مش مقتنع لازم يقتنع. نمرة اثنين التوبة. وما هي التوبة؟ أن آخذ موقف ضد نفسي. فإن كنت شرير أخذ موقف ضد نفسي، وإن كنت متدين أقتنع إن تديني مش هينفعني عند الله. نمرة الثلاثة أن آتي لصليب المسيح بمعنى أني أؤمن من قلبي أن المسيح على الصليب مات عني أنا شخصيًا. حمل خطاياي أنا شخصيًا. وأصلي أقبلك يا رب. أقبل عملك على الصليب. أنت مت ودفنت وقمت وحي في السماء وأنت تسمعني الآن وسأقبل.